رونالدو ضيع ويعيط وقبلك يحتفل وام كريستيانو بتصوت في المدرجات وليلة دمرهمية تيكية حرفيا يا سعادتك. بص هو في كابوس حصل. الكابوس ده تقريبا عاشه كل حد بيحب رونالدو او بيشجع البرتغال بس علشان خاطر رونالدو. كل يعني الكل عاش الكابوس ده. الكابوس اللي هو ايه؟ الله احنا ضيعنا في الماتش، امال هنعمل ايه لو وصلنا ضربات جزاء؟ لا وفي حاجه غريبه، هو منتخب البرتغال قالب ليه على منتخب مصر كده؟ اللي هو تحس ان هو ما بيلعبش غير كرد فعل. يا عم امال فين يا عم؟ ده انت فاضل لك اتنين وتعلن الحرب. ده انت بسم الله ما شاء الله من الكون اللي هو النهارده نجم المباراه لحد كريستيانو رونالدو قدام، انت عندك جنرالات، ايش مشير وشي ايش قائد اعلى وشي مش عارف مين وشي قاذفات، انت ما عندكش حد في المكان ضعيف. حتى الوحيد اللي احنا ممكن نقول ان هو راجل كبار وصاحب مرض اللي هو الحاج بيبي، تمام، الحاج بيبي ما غلطش غير في كوره واحده بس. هو كان كارثه هيوديها في داهيه، هيودي البرتغال كلها في داهيه، بس في نفس الوقت اتسطرت. يعني انت عندك الدنيا مرتاحه، انت ليه منتخب رد فعل؟ ليه لازم يجي فيك هدف لولا ما انت تلعب؟ ايه الفكره يعني اللي في كده؟ فانا مستغرب. لو مع ذلك بيفوزوا، هم خدوا اليورو بتاع 2016 بنفس الطريقه دي، اللي هم اصلا 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 ما كانوش بيفوزوا ماتش، كانوا بيلعبوا لحد ضربات جزاء بس. يا اخي انت تحس ان انت قاعد قدام المباراه كده اللي هو انت نفسك بيروح ويجي. يا جدعان سلوفينيا دي ولا اسمها ايه دي اللي هي اول مره تلعب بادوار اقصائيه، لو كان عندها حد بيفنش كويس كان الموضوع انتهى من زمان، من 4 سنين كان انتهى الموضوع من زمان والبرتغال كانت بح. جينا بقى لحد اللحظات الحاسمه، كل ما الدقيقه تقرب من 120 الواحد يقول ايه الله هيعمل ايه قدام قبلك، هيعملوا ايه؟ بس في برضو حته كده مطمنه الناس، اللي هو الناس دي مش متعوده على ضربات جزاء، فممكن ما تلعبش ضربات جزاء بنفس الاسلوب اللي بيلعبوا بيه البرتغال. ما انا لسه مسميهم ليك بقول لك مشير وقائد اركان ومش عارف مين واللواء وكلهم اركان حرب، كلهم ما فيش حد منهم ضعيف يا جدعان. والله منتخب البرتغال لو توزنه على الارض هتلاقيه من اتقل 4 فرق موجوده او 4 5 منتخبات موجوده في اوروبا، في اوروبا او في العالم، حرفيا في كل مركز فيه حد تقيل قوي وبيلعب في افضل الانديه اللي موجوده في اوروبا. فانت متخيل انت توصل معاك لحد مرحله ايه؟ مرحله ان انت حرفيا ان انت تخش على ضربات جزاء وضربات جزاء الدنيا بح بقى. طبعا كريستيانو رونالدو النهارده لو كانت البرتغال خسرت كان هيشيل حته ليله من الناس، من كل الصحف العالميه تماما هيبقى خبر بس كريستيانو رونالدو اول واحد يضيع ضربتين جزاء ورا بعضهم في يورو واحد، كريستيانو رونالدو كذا 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 كان كريستيانو هيشبع لحد 12 الصبح. بص كان هيفضلوا اسبوع يحفلوا عليه والله العظيم، انا مش بهزر معاك والله هو كريستيانو كده. فتخيل بقى ان هو يلعب اول ضربه جزاء بعد ما ديوغو كوستا، تمام، انا مستغرب اسمه ديوغو كوستا ازاي بس مش مشكله، يعني حارس المرمى يشيل ضربه الجزاء الاولى ويلعب ضربه الجزاء بكل ثبات وبكل هدوء ويلعبها. انا اللي ما استفزنيش غير برونو. برونو اصلا في الاصل انا ما بحبوش، هو لاعب محترم بس انا ما بحبوش. فتخيل وهو بيلعب ضربه الجزاء ضد اوبلك، انا بحس انه الواد كان بيطلع لسانه اوبلك والله، الواد بيغيظه، الواد انت لعبت ازاي ضربه الجزاء دي؟ ايه بروده اعصابك يا اخي؟ ايه بروده الاعصاب اللي انت لعبت بيها دي؟ ايا كان بقى، هو البرتغال عدى وعدى طبعا بطريقه اعجازيه، بطريقه اكاد اجزم يعني ان ما حدش كان يتوقعها اصلا اصلا اصلا، عشان في ناحيه ثانيه حاجه اسمها اوبلك، واوبلك ما شادش ولا كوره. في سيناريوهات كره القدم دي غريبه، اقسم بالله غريبه غريبه. بس الحمد لله اتسطرنا ان كريستيانو مش هيتفضح اليومين الجايين، عليا النعمه كان هيعيش 4 5 ايام كده الترندات، كريستيانو المنتهي، كريستيانو الفاشل، وبيب العجوز، ومش عارف مين. ايه السلام عليكم.